عاجل جدا الجيش المصري يوجه رسالة لإثيوبيا وجنازة عسكرية كبيرة لأول مرة في تاريخ مصر لسيدة ومفاجأة كبرى. الرئيس الإسرائيلي الجديد ينعي جيهان السادات باللغة العربية. بننشر لحضراتكم التفاصيل، وعاجل سلطات الإمارات تتحدث عن ضربات تحت الحزام من السعودية، وننشر لكم التفاصيل في الفيديو. ووزارة الصحة المصرية بتطلق تحذيرا شديدا للمواطنين. في البداية حابين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ في تفاصيل أول خبر معانا، وجنازة عسكرية كبيرة لأول مرة في تاريخ مصر لسيدة وظهور الرئيس السيسي. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته واجب العزاء لأسرة الراحلة جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الراحل أنور السادات. والرئيس السيسي أرى الفتحة للرئيس الراحل. نعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وأعاد لها العزة والكرامة. وقالت وسائل إعلام مصرية إنه من المقرر تشييع جثمان السيدة جيهان السادات أرملة الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وقالت وسائل إعلام مصرية أنه تم تشييع جثمان السيدة جيهان السادات أرملة الزعيم الراحل محمد أنور السادات في جنازة عسكرية لتعد الأولى من نوعها لسيدة مصرية. الخبير العسكري اللواء عادل العمدة قال إن تلك الجنازة هي أول جنازة لسيدة تقديرا من الدولة المصرية لدور السيدة الراحلة، حيث ساندت الرئيس الراحل محمد أنور السادات في أحلك الظروف، وكانت خير سند ودعم له في معركة العبور لتحرير الأرض والعرض، كما واصلت دعم الدولة المصرية ومواقفها بعد رحيله. المصدر معانا كان من اليوم السابع، يعني ربنا يرحم السيدة المصرية العظيمة جيهان السادات، وربنا يرحم العظيم الكبير يعني بطل الحرب والسلام واللي رجع لمصر العزة والكرامة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وإن شاء الله يعني ابنه دلوقتي الرئيس السيسي هيرجع لمصر عزتها وكرامتها في موضوع سد النهضة، وأنا على ثقة بذلك، والمفروض كلنا يبقى عندنا ثقة في هذه النقطة. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو، ويلا ندخل على تفاصيل الأخبار. ننتقل مع بعض، وبخصوص سد النهضة ننتقل لخبر آخر وعاجل جدا. الجيش المصري بيوجه رسالة شديدة لإثيوبيا. المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نشر صورة لوزير الخارجية المصري سامح شكري حاملا في يديه صورة من كلماته في مجلس الأمن، وعليها غلاف أثار جدلا واسعا. ونشرت الصورة عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المصرية على تويتر، وبها كلمات بيت من النشيد الرسمي للقوات المسلحة المصرية: وتنساب يا نيل حرا طليقا ليحكي ضفافك مدى النضال. واعتبر البعض أن هذه رسالة غير مباشرة من الجيش المصري لإثيوبيا تلوح باستخدام القوى حال فشل المفاوضات الخاصة بسد النهضة في مجلس الأمن. يذكر أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة السد الإثيوبية التي تناقش مشروع قرار تقدمت به تونس باعتبارها ممثل المجموعة العربية بشأن دعم مسار المفاوضات في أزمة سد النهضة والابتعاد عن أي قرار أحادي، وهي الجلسة التي دعت لها مصر والسودان بعد قرار إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في إجراء أحادي يتنافى مع القانون الدولي، كانت انطلقت الخميس الماضي. ويدعو مشروع القرار التونسي لالتزام الدول الثلاثة بعملية التفاوض وإبرام اتفاق ملزم حول آلية تشغيل السد
وإدارته خلال 6 شهور، ده في حالة أن إثيوبيا قامت يعني بالتوقف عن التصرفات الأحادية أو الملء الأحادي لخزان سد النهضة. نرجع نقف على بيت الشعر وهو: وتنساب يا نيلة حرا طليقا ليحكي ضفافك مدى النضال. يعني ممكن يكون النضال ده سياسي أو دبلوماسي؟ ما أعتقدش. يعني النضال ده أعتقد أنه نضال عسكري لحماية النيل من أي اعتداء عليه. النضال الدبلوماسي خلص وعندنا وزير اسمه السيد سامح شكري، وزير زي الفل، عمل اللي عليه وزيادة. ومجلس الأمن زي ما قلنا وهنقول تاني وتالت ورابع، مجلس الأمن كانت الخطوة الدبلوماسية الأخيرة بالنسبة لمصر، ويعني الجيش المصري جاهز، الوقت المناسب بإذن الله، هم عندهم الوقت المناسب عشان يحلوا هذا الأمر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وإن شاء الله لما نسمع أخبار جيدة وجميلة عن سد النهضة إن شاء الله أحاول أن أنا أكون أول واحد أنقل لكم الأخبار أول بأول. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا ومفاجأة كبرى. الرئيس الإسرائيلي الجديد ينعي جيهان السادات باللغة العربية، ونعى الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتزوغ جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق التي فارقت الحياة أمس. وكتب هرتزوغ في تغريدة باللغة العربية: حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس، ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل. وأضاف: كما شاركت أيضا في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل، أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل بالتعازي للرئيس والشعب المصري. وكان مصدرا من أسرة الرئيس الراحل أنور السادات كشف أن السيدة جيهان السادات توفيت في الساعة 10 من صباح أمس بعد تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ، بعد أن تحسنت خلال الأيام الماضية وتعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية. مصدر معنا كان من أرتي، وأنا كنت ذكرت لحضراتكم في خبر يعني كان مهم إن حالة جيهان السادات استقرت أو بقت يعني كويسة أو تحسنت، ولكن للأسف يعني ربنا يرحمها. ونرجع بقى لكلمة الرئيس الإسرائيلي الجديد المضحكة بالنسبة لي جدا، يعني مسدا هو اللي اداكوا على عنيكوا في 73، يعني مع احترامي لحضراتكم يعني الرئيس السادات هو اللي رجع سينا، هو اللي يعني انتصر على الإسرائيليين. فيعني إسرائيل أو الرئيس الإسرائيلي بيحاول إنه يجمل الصورة عشان يبان إنه هو محب للسلام وجميل جدا ولطيف. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا وهام جدا: وزارة الصحة المصرية تحذر المواطنين. ننقل لحضراتكم التحذير، وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الوباء في مصر حسام حسني المصريين من عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الذهاب إلى الشواطئ. وأكد حسام حسني أن اللجنة تتوقع دخول مصر في الموجة الرابعة من الوباء بداية شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين. أكد على أن قلة أعداد الإصابات مرتبطة بالإجراءات الاحترازية. أكد أن عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية في المصيف مع دخول الموجة الرابعة في أغسطس سيزيد حتميا من الإصابات، وتشهد الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا في الوباء خاصة في عمليات إعطاء التلقيح وبدء التصنيع المحلي. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا وعاجل: سلطات الإمارات تتحدث عن ضربات تحت الحزام من السعودية. واعتبر مستشار مقرب من السلطات الإماراتية أن السعودية وجهت ضربات تحت الحزام إلى جارتها الخليجية في ظل الخلاف النفطي بين الحليفين، الذي يشير إلى أنهما يخوضان تنافسا اقتصاديا. نقلت وكالة فرانس بريس عن مستشار مقرب من دوائر الحكم الإماراتية طلب عدم الكشف عن هويته في تقرير نشرته: كانت هناك بعض الضربات تحت الحزام من جارتنا، لكن الأمور ستبقى تحت السيطرة إن شاء الله.
وأضاف المستشار الذي تحدث تعليقا على تباين مواقف الدولتين حول مستقبل إنتاج النفط: نحن نرحب بالمنافسة. وتابع المصدر نفسه الذي تحدث حسب موقع فرانس بريس في إشارة لخلافات أخرى بين الدولتين السعودية والإمارات، خاصة تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني وموقف المملكة المصر على المصالحة مع قطر. هناك تحالفات جديدة تنشأ في المنطقة وهناك معسكران. في وقت سابق من هذا الشهر وصفت وزارة الطاقة الإماراتية الخيار الذي طرحته اللجنة الوزارية لمجموعة أوبك بلس بتمديد اتفاقية ضبط الإمدادات الحالية بأنه اتفاق غير عادل للإمارات، وتسبب ذلك في تأجيل الاتفاق، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة عملية موازنة الأسعار في سوق الخام خلال أزمة الوباء. ويشكل الموقف الإماراتي تحديا نادرا للسعودية في سوق النفط من حليف وثيق، والمملكة أكبر مصدر للخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي. ورد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على موقف الإمارات بالقول: التوافق موجود بين دول أوبك بلس ما عدا دولة واحدة، دون أن يذكر اسم الإمارات، أكد أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية. وتابع: أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك بلس. السعودية أكبر المضحين، ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية. وإذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة فلماذا سكتت عنها سابقا؟ المصدر معنا كان من فرانس بريس وبعض الوكالات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني نرى هنا ان في زي ما تقولوا كده عدم توافق بين الامارات والسعودية، وهذا الامر يعني في تشكيك كبير، وخصوصا بعد عملية التطبيع اللي عملتها الامارات مع الكيان الصهيوني. ويعني مش عاوز اخش في الموضوع ده، ولكن بعض الناس اتكلمت فيه، وهو دور الامارات الغير مفهوم في موضوع سد النهضة. يعني بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهل انتم يعني اكتبوا لنا في التعليقات تحت، هل انتم شايفين ان الامارات دورها في الوقت الحالي يعني بيدعم موقف مصر والسعودية ام لا؟ وهل الامارات بتعمل لصالح نفسها فقط ام لصالح المجموعة او تحالف الرباعي العربي مصر والسعودية والبحرين؟ انا اترك لحضراتكم التعليق، وعاوز اعرف برضو يعني ايه رأيكم في دور الامارات في موضوع مصر وإثيوبيا. رأي حضراتكم مهم وبقرأه. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون يعني بسيط وخفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمير، إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.